السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة المجد. برنامج أخباركم مشاهدينا يستمر برصد الأخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. حياك الله أخي سلمان. حياك الله خالد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. حيا الله السادة المشاهدين. طبعا في رصد أخباري جديد نبدأ هذا الرصد بالعناوين. مجلس الوزراء يوافق على الاتفاقية الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لمجلس التعاون الخليجي. تصاعد موجة الاحتجاجات الرافضة لنهج ترامب العنصري ضد الرعايا المسلمين. فرحان الدوسري ينال تصفيق المسافرين على الطائرة بعد تحدي كبير لصعوبة النطق. ووزير العمل يصدر قرارا يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي. إذن سلمان ومشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز الأخبار وأبرز العناوين. خلونا وياكم نروح للتفصيل. وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم الاثنين على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية. وتعرف خالد الضريبة ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة، وهي الضريبة التي تفرض على فارق السعر بين سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتعد من الضرائب الغير مباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات. صحيح سما، في حين تفرض الضريبة الانتقائية على السلع التي تريد الدول الحد من آثارها الضارة، من بينها السجائر والتبغ بأنواعه، وكذلك المشروبات الغازية، وكذلك أيضا مشروبات الطاقة. أكيد هذا الشيء صدر اليوم، ظهر اليوم مع ثنايا مجلس الوزراء. خلينا مشاهدين الكرام نروح للخبر التالي. تظاهر آلاف الأمريكيين احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنصرية بشأن المهاجرين والمسلمين. أيضاً نزل الآلاف من المحتجين إلى الشوارع متضامنين مع المسلمين والأقليات للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه مواقف عنصرية وكذلك معادية للأقليات والمسلمين والنساء. وقد وجدت عائلات وطلاب ومهندسون وأطباء من شتى أنحاء الشرق الأوسط ممن يعملون أو يدرسون في الولايات المتحدة وجدوا أنهم قد يضطرون إلى التخلي عن حياة مستقرة بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيوداً على الهجرة من 7 دول يغلب على سكانها المسلمون. فيما وردت تنبيهات كثيرة عبر حسابات تويتر للمبتعثين السعوديين من أخذ الحيطة والحذر من التجمعات لتزايد الاحتمالات في الاعتداء عليهم من قبل المتطرفين الأمريكيين. نحن خالد ممكن نشاهد مجموعة من اللقطات الآن على الهواء اللي تظهر الآن معنا على الشاشة لهذه الاحتجاجات. وأيضا هذا خبر آخر في نفس السياق، حيث أضرم مجهولون النار بالمركز الإسلامي بمدينة فيكتوريا بولاية تكساس الأمريكية بعد ساعات قليلة من توقيع الرئيس الأمريكي قرار الحظر لمواطني دول 7 إسلامية. صحيح سلمان. أيضا مشاهدينا الكرام، تفاعل كثير من المغردين مع هذه القلائل، وكانت هناك موجة تغريدات كبيرة شنها الكثير من المغردين ضد هذه القرارات العنصرية. نبدأها لعبود، حيث ذكر: نأمل من جميع المبتعثين بأمريكا أخذ الحيطة والحذر والبعد أيضا عن أماكن الشبهات والقلاقل، هناك إرهابيون أمريكيون أحرقوا المركز الإسلامي في ولاية تكساس الليلة أو قريبا أمس. صحيح، طبعا هذه كانت أول التغريدات معنا في حلقة الليلة. خلينا نشوف تغريدة أخرى أيضا للكاتب الدكتور فهد العرابي الحارثي، الذي قال: من أجمل ما قرأت تغريدة كتبها توماس فريدمان مخاطبا ترامب. تذكر أن والد ستيف جوبز الذي غير وجه أمريكا والعالم اسمه عبد الفتاح
الجندلي من سوريا. طبعا خالد، توماس فريدمان هو كاتب أمريكي مشهور له العديد من المؤلفات أبرزها العالم مسطح، وهو كاتب مشهور جدا، أيضا كتب مجموعة من الكتب حول كيف يتخيل شكل العالم بعد أحداث 11 سبتمبر. صحيح. أيضا علي يقول ويبدو أنه مبتعث، هذا ذكر للتو وصلت إلى واشنطن أمريكا، كان في استقبالنا في المطار مئات الأمريكيين وكذلك عشرات وسائل الإعلام الرافضة لقرارات ترامب العنصرية. العالم يغلي خالد، وبالطبع نحن مشاهدين الكرام في برنامج أخباركم نواكب هذا الحدث، حدث الأحداث التي تحصل في أمريكا. ننبه على السادة المشاهدين اللي عندهم أبناء مبتعثين إنهم يتجنبوا مثل هذه الأماكن. ننتظر أيضا تصريحات من وزارة الخارجية، ومعنا الآن اتصال مع رائد الغامدي وهو مبتعث سابق وهو رئيس أندية سعودية مختلفة في مختلف المدن. حياك الله رائد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله رائد. رائد، أنت عندك خبرة جيدة بحكم أنك كنت تدرس هناك وأيضا كنت رئيس النادي السعودي في مدن مختلفة. بحكم خبرتك وتواجدك بخارج المملكة كمبتعث، إيش تنصح المبتعثين في مثل هذه الظروف؟ أولا الله يعطيكم العافية وأشكركم لإتاحة الفرصة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أخوانا المسلمين والمسلمات وأخوانا المبتعثين والمبتعثات. طبعا ما لا يخفى على الجميع في الأوضاع في هذه الأيام، الأوضاع الراهنة والقرارات غير مستقرة اللي حدثت في دولة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حاب أنصح الأخوان والأخوات المبتعثين والمبتعثات خصوصا والمسلمين والمسلمات ببعض النصائح، حول أن يتابعوا النصائح والإرشادات الخاصة بسفارات المملكة العربية السعودية في البلدان اللي هم فيها. صحيح. أيضا استمرار في متابعة الحسابات الرسمية الخاصة بالسفارات في وسائل التواصل الاجتماعي. عدم الانجراف خلف الاعتصامات أيا كان سببها، مهما كان يعني بعضها يكون سلبي وبعضها إيجابي، مما قد يسبب لا سمح الله في إلغاء الابتعاث أو ممكن أمور أكبر من كذا خارج الإرادة. الحرص على الابتعاد عن المناقشات والنقاشات مع الأفراد أو الجماعات، وأيضا مع وسائل الإعلام في أي أمور تخص هذا الشأن، خصوصا في هذه الأيام، لأن الأوضاع إلى الآن لازالت غير مستقرة، وممكن يكون هذا يعني أحد الأسباب في يعني إيقاع الأخوان والأخوات في بعض المشاكل. أخيرا أحب أنصحهم بالحرص على تبليغ الجهات الرسمية في حال حدوث أي مشكلة لا سمح الله، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ أخواننا وأخواتنا المبتعثين المسلمين والمسلمات، ويرحم المتوفين، وآخرهم ما حدث في مسجد في مدينة كوبيك ليلة البارحة من وفاة 5 مسلمين في المسجد. طيب. الله يرحمهم. شكرا لكم والله يعطيكم العافية. يعطيك العافية. شكرا. شكرا لك أنت أيضا الأستاذ رائد الغامدي، وأنت أيضا مبتعث سابق وكذلك رئيس لأكثر من نادي في مختلف الولايات في أمريكا. شكرا جزيلا لك يا رائد. طبعا خالد، نحن تواصلنا مع السفارة السعودية في أمريكا في وزارة الخارجية، وهم رفضوا أنهم يتكلموا. نحن صراحة ننتظر من وزارة الخارجية، هذا هو دورهم، مو لازم أنه يصير في مشكلة أكبر حتى يطلعوا بتصريحات أو غيرها، لكن اللي أكدوا لنا إياه أنه حتى الآن لا يوجد لله الحمد إصابات بسبب هذه الأحداث والمظاهرات. صحيح سلمان. إذن مشاهدينا الكرام، صفحة جديدة في أخباركم. استثمر فرحان الدوسري رحلة عودته لمدينة جدة، وتحدث مع المسافرين على الطائرة، ومن بعد أن قام بالتعريف عن نفسه أن عنده مشكلة التأتأة. طبعا قال الدوسري على الطائرة: قمت بدخول دورة تدريبية تعلمني أن أتحكم بالتأتأة، ومهم جدا بالنسبة لي أن أقوم بهذا التحدي حتى أتجاوز هذه المشكلة. فقام المسافرين بالطائرة بالتصفيق له والاحتفاء بشجاعة هذا الشاب. صحيح سلمان. إذا مشاهدينا الكرام، خلونا نشوف هذا المقطع اللي نطلع عليه وسياكم، اللي انتشر في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي. نشاهد. أنا فرحان الدوسري وعندي تأتأة، ودخلت كورس
ويعلمني كيف اتحكم بالتأتأة ولازم اسوي تحديات، فهذا اول مرة اتكلم في الطيارة. انا اسف على ازعاجكم، شكرا. اوكي بك فور نوس هو doesn't understand Arabic. يا فرحان الدوسري stammered. I joined the course to control my إذن خالد أستاذ المشاهدين، تفاعل كبير مع تغريدة فرحان اللي حملت هذا المقطع الفيديو. تغريدة فرحان حصلت على أكثر من 19 ألف إعادة تغريد، والتي أيضا تفاعل معها مختلف وسائل الإعلام، أيضا تفاعل معها بالطبع المغردون. نبدأ مع الدكتور، مع الشيخ عادل كلباني اللي قال بداية مشجعة، أسأل الله لك التوفيق والنجاح. يستاهل سلمان، طبعا كثير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا المقطع الفيديو، حتى الحسابات الإخبارية كان لها نصيب طبعاً. حساب موجز الأخبار ذكر أن أخي فرحان فخور بك لتحديدك ومحاولة تغلبك على المشكلة، أنت تقدم درس للباقين لمواجهة مشاكلهم باختلافها. الجميل خالد في فرحان أنه في كثير نماذج زيه عندهم نفس المشكلة، صحيح. لكن فرحان من الناس اللي استطاع أن يواجه هذه المشكلة وسلط الضوء أكثر على هذه المشكلة، خصوصا أنه في كثير ناس مثله يعانوا من هذه المشكلة. خلينا نشوف أيضا تغريدة أخرى للدكتور فهد السنيدي اللي قال كنت رائعا وأحسنت. صحيح دكتور، طبعا شهادة كبيرة هذه من الدكتور فهد. دكتور فهد طبعا هو متخصص يعني في تدريب الإلقاء والتغلب على مشاكل الإلقاء، وأتوقع أنه واجه الكثير من هذه المشاكل. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن هذا التحدي الكبير للشاب السعودي، معنا على الهاتف فرحان الدوسري صاحب التحدي. مرحبا بك يا فرحان، ونحييك على هذا التحدي. الله يحييك ويسلمك. الله يسعدك، تستاهل كل خير، وأنت نموذج لكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة التحدي. كيف وجدت التحدي اللي قمت به على الطائرة من خلال يعني تقدير الكبير من مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات وأيضا المشاهير؟ احكي لنا قصة هذا التحدي بشكل مختصر. التحدي هذا أصلا كان عندي من زمان أني كنت أتمنى أني أسويه، هو ويعني كنت جاي من جدة معي الوالدة زي ما قلت قبل، وحصلتها فرصة إني أوري الوالدة وخليها تفخر فيني، وخاصة إن هي اللي كانت تصور أساسا. الله يسلمها يطول عمرها إن شاء الله. اللهم آمين، طول في عمرها. فهذا هو بكلام. أي فرحان، أول شيء ترى كلنا فخورين فيك، مو بس الوالدة. أنت شفت التفاعل الكبير من الناس المختلفين، لكن في كثير ناس عندهم نفس المشكلة، هل كلهم ما حصلوا الدعم الكافي للتغلب على هذا الأمر في المملكة؟ أنا أتكلم يعني ما في متخصصين، ما في مراكز تعالج هذه المشكلة؟ أنا أعتقد يعني برأيي البسيط وباطلاعي ومعرفتي البسيطة أن الوعي بخصوص التأتأة في المملكة خصوصا يعني أتكلم مش بذاك المستوى المطلوب. وإن شاء الله بعد حلقتكم هذه وبعد التفاعل اللي صار إنه يرتفع الوعي تجاه المتأتئين وحقوق المتأتئين ويكون فيه جهات متخصصة وحملات توعوية زي ما صار مع أي خلل أو اضطراب ثاني، يعني في أشياء ثانية صارت وجاء عليها تركيز كبير من مثلا وزارة الصحة ومن مثلا من هيئات ثانية وحملات توعوية في المولات، لكن للأسف التأتأة ما صار لها نفس النشاط اللي مفترض أو هي تستحق. ومثل الناس الفرحان، الناس اللي مثلك هذول الشجعان اللي يستطيعوا انهم يطلعوا للعالم ويقولوا انه في هذه المشكله التفتوا لنا، هم اللي راح يبداوا يحلوا هذه المشكله. نحن نشكرك لانك انت صاحب تحدي كبير وصاحب رساله وصاحب هم، انت تمثل كثير من الناس مثلك، ونتمنى انه كل الناس يصير عندهم شجاعه، انا اولهم. شكرا لك فرحان الدوسري، وانت صاحب هذا المقطع اللي انتشر كثيرا خلال الايام الماضيه. شكرا لك فرحان. اذا مشاهدينا الكرام الى صفحه جديده في اخباركم. أصدر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قراراً وزارياً يحظر على المنشآت
فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لهذا القرار. صحيح سلمان، جاء القرار مبنيا على أحكام نظام العمل القاضية بأن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل. وأيضا المادة 11 مكرر، وهي القاء التي تقضي بأن للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة. والمادة 35 القاضية بأن للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوظيف الوظائف التي تضعها الوزارة ولما تقتضيه أيضا مصلحة سوق العمل. طبعا هذا الخبر ممكن حصل تفاعل جيد من الوزارة، وظهر هذا الخبر خصوصا بعد حلقة الدكتور فهد السنيدي بالأمس حول هذه المشكلة، وشاركوا صحيح في ساعة حوار، وشاركوا الأستاذ عبد الحميد العمري والتاجر الأستاذ عبد المحسن المقرن. خلينا نشوف بعض التغريدات اللي جاءت. نبدأ مع أبو تركي اللي قال: زين المفصولين سواء جماعي أو مفرد إيش مصيرهم وشلون يعيشون؟ صحيح سلمان، أيضا تساؤلات كثيرة من عدة مغردين. محمد الغنام على سبيل المثال ذكر، يقول: طيب ما عندهم فلوس وش يسوون؟ أنتم ما ساعدتوا شركات التأمينات تأخذ والجوازات تأخذ والتأمين يأخذ وكذلك العمل يأخذ، يقصد المبالغ النقدية. طبعا طبعا. طيب إذن مشاهدينا الكرام خلونا نروح لمشاركاتكم. نبدأ المشاركات بمهارة غير عادية لطفل في التحكم بالكرة تبهر رواد مواقع التواصل. نشاهد. صحيح، يعني ما شاء الله فنان سلمان، وواضح أنه يمتلك مهارات عالية الحس. طيب إذا مشاهدينا الكرام، مع هذا التهور الذي تداوله كثير من مواقع التواصل اليوم لشاب يطلق النار بشكل عشوائي في إحدى المناسبات كاد أن يتسبب بكارثة، نشاهد. هذه المشكلة يعني صراحة ناقشناها كثيرا في أخباركم، ونحن دائما نحذر من هذه الظاهرة صراحة. صحيح ظاهرة سيئة جدا. صحيح. خلينا نشوف المقطع التالي، وهو المقطع المتداول لعسكري يتفاجأ بمكينة صراف آلي مفتوحة وبها أموال وذلك على طريق عام وحرس هذه الصراف، نشاهد. صراف خطريف بحر خلوعة بافوس شوفون ما عنده أحد. بلغت الدوريات وحدة جاية. أيضا مشاهدي الكرام، مع هذا المشهد المؤثر لمعلم تسابق دموعه كلماته بعد أن التقى بطلابه عقب فراق دام عشرات السنوات، نشاهد. كلمة بهالزيارة ذي، أنت والدنا ومربينا ونشأتنا بهالديرة وعلمتنا كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه. في هذا اليوم الأغر، في اليوم الثاني الواحد والعشرين من ربيع الآخر، اجتمعت بأحبتي وإخواني أبناء عفيف رحم الله أمواتهم وأموات أبائهم وأجدادهم، ولا يسعني الشكر ولا أهمس بأي إذن إلا بالفرحة والسعادة
عندما التقيت بهذا اخوي. يا دار ما رأيتك وانا مبطيا. إذا قبل المعلم يوفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. بهذا المقطع مشاهدينا الكرام نختم حلقتنا لهذه الليلة، شكرا لكم وشكرا لك سلمان. شكرا لك خالد وشكرا للسادة المشاهدين، نلتقيكم بإذن الله غدا في تمام التاسعة. دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.